الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنعم علينا بالإيمان وفرض علينا الصيام في شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، شهر الهداية والقرآن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا بعنايتك في الليل والنهار في الصحارى والآجام. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، وقدوة العلماء العاملين، وإمام المتقين العادلين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها المحتسبون، أيها المرابطون، أيتها المرابطات، وكلنا مرابطون، يا من وفدتم إلى الأقصى من أنحاء فلسطين العزيزة المباركة المقدسة، من البحر إلى النهر، يا من تخطيتم الحواجز العسكرية الظالمة، أيتها الجماهير المسلمة المحتشدة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الفجر، إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات العشاء والتراويح، إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الجمع والجماعات، كل ذلك يمثل ردًا عمليًا إيمانيًا ورسالةً واضحة موجهة للطامعين في الأقصى وللمعتدين عليه وللمقتحمين له، بأن لا تتعبوا أنفسكم، لن تنالوا ذرة تراب من الأقصى فهو خط أحمر. ورسالة أخرى للعالم أجمع ولأمريكا المتغطرسة، بأن أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس يحبون الأقصى حبًا إيمانيًا جمًّا لا يتزعزع، فقلوبهم ومشاعرهم معلقة بالأقصى، وأنهم على الوعد وعلى العهد لإعماره ولحمايته والدفاع عنه. كيف لا، فالأقصى يمثل جزءًا من إيمانهم وعقيدتهم بقرار رباني إلهي من سبع سماوات، فلا مجال للمساومة ولا للمقايضة ولا للتفاوض عليه ولا للتنازل عن ذرة تراب منه. وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من الأقصى وسيبقى مفتوحاً بإذن الله ولن يغلق. وأنتم أيها المرابطون، أيتها المرابطات، أنتم المعادلة الصعبة التي لا مجال للاختراق من خلالها. أيها المسلمون، أيها الصائمون، هذه هي الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهو في الثلث الأخير منه، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فندعو الله: اللهم ارحمنا برحمته، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اعتقنا من النار. أيها المصلون، يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم فاتقون. فإن هاتين الآيتين الكريمتين تشيران إلى أن المسلمين يمثلون أمة واحدة، وأن الله عز وجل قد ربط وحدة الأمة بالتقوى وأنا ربكم فاتقون، كما ربط وحدة الأمة بالعبادة وأنا ربكم فاعبدون، للتأكيد على أن تحقيق الوحدة بين المسلمين هو أمر واجب عقدي وتعبدي. فعلى المسلمين جميعا حكومات ومحكومين العمل على إقامة هذه الوحدة على أسس عقدية وتعبدية، وعليه لا تتحقق الوحدة على يد العلمانيين اللادينيين، لا تتحقق الوحدة على يد العملاء الساقطين ولا الخائنين المتطبعين، لا تتحقق الوحدة على يد المنافقين المتنازلين. فالوحدة يجب أن تقوم على أساس الإسلام الدين العظيم. أيها المسلمون، أيها المصلون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، والسؤال: هل يجوز لنا أن نكذب قول رب العباد وأن نصدق قول العباد؟ هل يجوز لنا أن نهجر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأن نلجأ إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم وإلى الحماية الدولية؟ إنهم يلهثون وراء سراب خادع، فأين الإيمان؟ أين اليقين؟ أين التوكل على رب العالمين؟ وأن رسولنا الكريم الأكرم محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية لا تعترف بالحدود المصطنعة غير الشرعية والقائمة بين الأقطار الإسلامية، وأن جامعة الدول العربية قد جاءت لتكريس هذه الفرقة، فهي ليست جامعة للعرب بل لتفريق العرب، ولا غرابة في ذلك، فإن الذي اقترح تأسيسها هي بريطانيا المجرمة. أيها المسلمون، أيها المصلون، لا يخفى عليكم هناك مؤامرات جديدة يخطط لها على غرار اتفاقية سايكس بيكو، والتي سبق أن حذرنا منها قبل مدة طويلة، والآن هي في مراحل التطبيق، والتي تتمثل فيما يسمى بصفقة القرن. والمسلمون مع الأسف منشغلون في خلافاتهم ومنازعاتهم والتي افتعلتها أمريكا. أيها المسلمون، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول ذلك لتثبيط العزائم ولا للتيئيس ولا للقنوط، وإنما هو وصف للواقع المؤلم في هذه الأيام، لنقول للمسلمين حكومات ومحكومين: لقد حان الوقت للعودة إلى الله رب العالمين وإلى الاحتكام للكتاب والسنة النبوية. فكلما اقتربنا من الله، كلما اقترب الله منا وأخذ بأيدينا وأفشلنا صفقة القرن المزعومة، وبخاصة ونحن في هذا الشهر المبارك، شهر الصيام والقيام والغفران، شهر الإنجازات والانتصارات. فإن الصحابة الكرام والقادة العظام لن يقيموا سجونا ومعتقلات، ولم يقيموا قاعات للرقص وللدبكات، بل حققوا فتوحات وانتصارات. فكونوا أيها المسلمون بنيانا واحدا مقتدين برسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حقق وحدة القلوب ووحدة العقيدة والإيمان ووحدة الأفكار والمبادئ ووحدة النظام ووحدة الدولة، وذلك بالتطبيق العملي وليس بالتنظير الكلامي. فديننا أيها المسلمون هو دين وحدوي، هو دين العزة والكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. جاء في الحديث النبوي الشريف: المؤمن للمؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها المحتسبون، يحيي المسلمون. هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. لماذا؟ لأنها ليلة مباركة، لأنها ليلة القدر، لأنها ليلة القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ويقول عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. أيها المصلون، إنها ليلة مباركة عظيمة صاحبة قدر كبير، وذلك لنزول القرآن الكريم فيها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فتعظمت هذه الليلة وبوركت بعظمة القرآن الكريم، وأن الله رب العالمين قد اعتبر إحياءها موازياً بألف شهر، أي ب83 سنة و4 أشهر. فالعبرة ليس بطول الأجيال والأعمار، وإنما العبرة بنوع الأعمال التي يقومها المسلم على النية الخالصة والعزيمة الصادقة. أيها المصلون، أيها الصائمون، لقد حث رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على إحياء ليلة القدر بقوله: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، إن من يقوم هذه الليلة إيماناً واحتساباً فإن الله عز وجل يغفر له ما تقدم من ذنبه. والسؤال: هل الذي يقضي هذه الليلة نائماً في الأقصى يكون قائماً لها؟ هل الذي يفتعل المشاكل والخلافات والمشاجرات في الأقصى يكون قائماً لها؟ هل الذي يقضي ليلة القدر بالكلام الدنيوي وبالصراخ وبالصراخ والضجيج، أو بالغيبة والنميمة، أو بالبيع والشراء يكون قائماً لها؟ لا وألف لا. إذن من الذي يغفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ والجواب: حينما يلتزم المسلم بالعبادات من صلوات التراويح والنوافل وتلاوة القرآن الكريم وقيام الليل وبالأدعية والتسابيح وحضور دروس العلم، حينئذ يكون متصلاً بالله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة ذات الأنوار السماوية. أيها المصلون، وما الدعاء المأثور في ليلة القدر؟ كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأحياء هذه الليلة يكون بقصد العفو والمغفرة، وليس فيها أي أمر دنيوي. والمستحب أن يكثر المسلم هذا الدعاء في جميع الأوقات. فنحن بحاجة إلى المسلم المؤمن الصادق المحتسب صاحب القلب النوراني الإيماني الذي يتصل بنور السماء لينير الطريق له ولمن حوله من عباد الله الصالحين. أيها المصلون، الساعة ساعة استجابة، فأمنوا من بعدي. اللهم آمنا في أوطاننا، وفرج الكرب عنا. اللهم احمي المسجد الأقصى من كل سوء،
اللهم هيئ من يوحد المسلمين ويحذو حذو صلاح الدين. اللهم وفقنا لإحياء ليلة القدر وأن نكون من المحتسبين فيها، ليغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا وصالح أعمالنا. اللهم يا الله، يا أمل الحائرين ويا نصير المستضعفين، ندعوك بكل اليقين إعلاء شأن المسلمين بالنصر والعز والتمكين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة ومغفرة بعد الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، سيدنا محمد الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله المقام المحمود الذي وعدت أنك لا في الميعاد. استقيموا إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا
أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على من أحضر من أموات المسلمين وهما رجل وامرأة. الصلاة يرحمكم الله.